فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا صليت الاستخارة، صلاة الاستخارة، فهل يجب علي الإقدام على الموضوع الذي استخرت فيه؟ لا، الوجوب ما يجب عليك، لكن إذا فعلت الاستخارة ودعوت إنك تمضي تتوكل على الله، ولا يجب عليك ذلك. إن أردت تمضي وإن أردت ما في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.